إخذرار وسهوب رعوية تواجه خطر الاندثار هو حال ولاية سعيدة وبلدية المعمورة تحديداً. 45 ألف هكتار قبل 10 سنوات تتراجع إلى حصيلة 15 ألف هكتار حالياً، حصيلة تدق ناقوس الخطر ببلدية المعمورة وتدفع بالمسؤولين إلى وضع برنامج لإعادة الاعتبار إلى السهوب بالمنطقة. هنالك محيطات عددها 14 محيط اللي يفوق العدد الهكتارات بها حوالي 30 ألف هكتار. هذه حوالي 30 ألف هكتار رايحة توجه لها مكتب دراسات اللي غادي يحقق من عدد الهكتارات ثم يحقق من عدد المحيطات، وبناء على هذه الدراسة ستنطلق عملية استثمار فلاحي في معمورة ويعتبر هو مكسب الولاية سعيدة. الرعي الفوضوي والبناء العشوائي بالمناطق السهبية ظاهرة تستوجب وضع مخطط لإيقافها حفاظاً على هذا المكسب الإيكولوجي بولاية سعيدة. هذا الفعل الفوضوي اللي صبناه في البناء، في الرعي، في الحرث، بعد تنصيبنا مباشرة باشرنا العمل القانوني، وهو أولاً اتصال بهذا مع هذا الموالين لحثهم على تكسير بنايتهم الفوضوية، ثم الناس اللي حرثت فوضويا يحالون على العدالة، والأراضي هذه اللي تم حرثها عشوائيا فيه برنامج عن محافظة سامية للسهوب لتجورها بالأشجار الرعوية. وعي الموالين والاستثمار أكثر بالمناطق السهبية عوامل رئيسية من أجل الحفاظ على السهوب التي تعد ثروة طبيعية تواجه خطر الاندثار.